مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في سهرتنا لهذه الليلة اللي بتحكي عن تجربة واحد من الفنانين الموهوبين ويمتلك العديد من المواهب، إن كانت على مستوى المسرح أو على مستوى الغناء الجماعي أو المستوى الفردي. وأيضا أرحب بضيوف سهرة هذه الأمسية، وهم من عاصر هذه التجربة الكبيرة الجميلة والرائدة. أهلا بكم، ونتمنى أن نقضي معا سهرة طيبة وممتعة. وسعيد جدا أكون معي الفنان الجميل والرائع الخير أحمدان، من أرحب به وأهلا ومرحب بك، وسعيد أكون على خشبة هذا المسرح وعلى قناة الشروق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد في أني أكون بين هذا الحضور الجميل في هذه القناة الجميلة في هذا الوطن الجميل. سعيد في أنه يعني أكون من المحظوظين الذين يعني تتاح لهم فرصة مع جميل ومع هذه الكوكب النير وبهذا الحضور الجميل. أتمنى أنه أكون خفيف في الظل ونقدر نقدم يعني ما يسمى. سعداء ونحكي عن هذه التجربة. مساء الخير. يعني الناس بتعرف الخير من خلال الغناء الجماعي، والآن من خلال الغناء الفردي، ولكن يتحدث الكثيرون عن الخير المسرحي، ويا ريت تكلمنا قبل ما نسمع واحدة من الأغنيات الجميلة عن هذه التجربة اللي امتدت من المسرح حتى الغناء الفردي. أنا بديت أساساً في المسرح الجامعي في جامعة الخرطوم كلية الهندسة. يعني كنا بنشجع فريق الكورة، ومن خلال التشجيع بتاع الكورة كنا يعني كده اللي هي بتألقينات لفريق الهندسة. وبعد اكتشفنا الأرقام في الهوب ومسرح الهوب فردي في مركز باب رمان، والمعلم انه انا تشتاق للمطر
أو نجمة بتعند الزواني. حلمت بيك حلمت بيك حلمت بيك حلمت بيك شكل الندى لون المدى شكل الندى تواهي شعبي نحية الشوط البتلع فيما تهاد الصدى وانا فيكي مبهور بالظلال انا فيكي انا فيكي مبهور بالظلال انا فيكي لو مرة يبسم لنا فعال يا ما مالك حتى العواصف نعبر الشوق للمحال حلمت بيك حلمت بيك حلمت بيك حلمت بيك لا 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 يا توم الروح كنت
انت دايرك لي تداوي للحشا المجروح متأكد انه حاسس بي علي من نوح دوم الروح عريته متأكد انه حاسس بي في علي من نوح دوم الروح او مرة صرح لي احيا من يورو الجمر فم الكي دمع سهاد مسفوح او مرة صرح لي حي من يورو الجمر فضل الكي دمع سهاد مسفوح يا هدى مروح يا هدى يا عيني كان يضيرك لولاي كان بتبوح كان يضيرك لولاي كان بتبوح كنت احترمت هوايا واختصرت النوح احترمت هوايا واختصرت النوح ما الزمن بيجري والشهور بتروح أريت داريان بي الشوق تبترد الروح إن شاء الله حاسس بي الشوق تبترد الروح لو في الزمن مسموح إن شاء الله مضى المر أفضل المجروح لهناك عمر في هواك سوح شادة شادة صبري جمر الله يغفر لك مش عشان اديك باقي باقي عمري نظر لو زمانك هان او حنانك لان احسب المجروح ياك يا كتم الروح يا كطيري يا كتم الروح يا كطيري من حنا علي ما ظنا قلبي بتمنى تهنا تتهنى لو الزمن حنا علي ما ظنا قلبي بتمنى تهنا تتهنى الله يقسم لنا الشوق الله يقسم لنا الشوق والله يقسم لنا
سعيد أن يكونوا معي عدد من أعضاء فرقة الهيلة هوب، الأخوان محمد شيلة وحدباي وأحمد محمد السماني ومحمد منصور. وسعيد أبدأ بالأخ محمد السماني. محمد السماني الفنان الجميل الخير تحدث عن بداياته كانت عبر المسرح. أول حياة نحن سعداء جدا في السهرة الكبيرة دي، وأنا حقيقة سعيدين جدا أيضا بهذه القناة العملاقة اللي بتهتم بالفنانين عموما في إطار الغنى والمسرح زي ما بقوله. والخير هذا الفنان تجربتي معه من الثانوية، درسنا في كوست الجوز مع بعض، وهو جاء دخلوه جامعة الخرطوم وأنا قبلوني هنا في جامعة السودان. والحاجة الناس اللي ما عارفين عن الخير إنه غير إنه فنان كان رياضي بالمناسبة. الخير ده في يوم ما كان حارس مرمى، لكن لحد يوم الليلة أنا ما شفته قبض له جون ولا ما قبض له جون. طيب نحن ننتقل لحدباي وبعد ما جل هيلا هوب ونشوف كيف كان وجوده معاكم، وهو حارس المرمى وهو الفنان. الخير أحمد آدم بدأ كزول مسرحي، وهو حقيقة جانا في الهيلا هوب يعني كشاعر حلمنتيشي. يعني نحن قبل ما نبدأ نعمل العرض الأول بتاع الهيلا هوب كنا بنفتش عن مواهب، فالخير جاء كشاعر حلمنتيشي، لكن قام فرض نفسه بالصوت، صوته كان جميل جدا وطوالي اتجه نحو الغنى. وأنا بتذكر كان يعني من أوائل الأعمال اللي حنا الخير اشتغل لي شغل كده، وسجلناه سنة 96 في شركة حصاد، اللي هو العمل اللي بيقول إلا بس يصبع عزانة طيبة القلب اللي بينزف من دمانة، ويكتن الناس اللي بتشحد كل أطفال التشرد لما يمشوا عشان يرقدوا ينوموا في نص الشوارع، يعني ما يلقوا المكانة إلا بس يصبع عزانة طيبة إخلاصنا ووفانا، ويكتن أولاد المدارس يوتي دافروا في طريقهم شان يكتبوا الحصة في حين وأوانة، إلا بس يصبع عزانة حب بلدنا منبت الخير والوداعة، ريحة الطين والزراعة حب تغاليدنا وطباعه فوق ممر الإهانة. أنينا جينا أنينا جينا أنينا جينا أنينا جينا كلقينا أنينا جينا أنينا جينا أمكي مرزينا أنينا جينا أمكي مرزينا أكلنا كشبينا قسمنا كئينا أكلنا كشبينا قسمنا كئينا أمكي مرازينا والما بيجريت كنشام ما يجينا
أدم بجويا أدم بجويا ما رزينا أدم بجويا أدم بجويا أدم بجويا ما رزينا أدم بجويا أدم بجويا أدم بجويا ما رزينا أدم بجويا ويتعالي وحات ابوك الغالي ويتعالي وحات ابوك الغالي ويتعالي بحلفوا لك البداري ويتعالي بتبوا لك السراري ويتعالي بحلفوا لك البكاري ويتعالي بحلفوا لك البكاري ويتعالي بدبوا لك السراري يا المتوع متوع الطاري أدم بجويا أدم بجويا ما رزينا أدم بجويا أدم بجويا أدم بجويا ما رزينا أدم بجويا أدم بجويا أدم بجويا ما رزينا أدم بجويا نجينا نينا جينا نينا جينا أنينا جينا جينا كي جن جن جينا أنينا جينا كي لقينا نينا جينا نينا جينا كي لقينا نينا جينا أنينا جينا أمكي مرازينا أمكي منعازينا أنينا جينا نينا جينا نينا جينا أنينا جينا أمكي مرازينا أني نجينا أمتي مرة أزينا نجينا أمتي مرة أزينا أكل لك يا شبينا قسم لك يا إيه أكل لك يا شبينا قسم لك يا إينا أني نجينا جينا 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 أدم بجويا أدم بجويا ما رزينا أدم بجويا ويتعالي وحات ابوك الغالي ويتعالي وحات ابوك الغالي ويتعالي بدق لك السراري ويتعالي بدق لك السراري ويتعالي بحلف لك البكاري ويتعالي بحلف لك البكاري ويتعالي بحلف لك البراري ويتعالي بحلف لك البكاري ويتعالي بحلف لك البكاري ويتعالي بدق لك السراري ويتعالي بدق لك السراري يا المسكين مرتوع الطاري يا المسكين مرتوع الطاري أدم بجويا أدم بجويا أدم بجويا ما رجينا أدم بجويا أدم بجويا أدم بجويا أدم بجويا ما رجينا أدم بجويا أدم بجويا أدم بجويا ما رزينا أدم بجويا نينا جينا 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 Thank you.
مشاهدي الاعزاء نتواصل معكم من خلال هذه السهره واللي بنتمنى تنال رضاكم واستحسانكم، ونتواصل مع تجربه الفنان الخير احمد ادم. استاذ الخير، الفنان ما بينفصل من المجتمع اللي هو موجود فيه، تواصلت مع المجتمع من خلال المسرح، من خلال الغناء الجماعي وايضا الغناء الفردي، وايضا عندك مساهمات ثقافيه واجتماعيه. تكوي عن دورك كفنان تجاه المجتمع غير المواهب اللي انت ابرزتها خلال الغناء. يعني بنؤمن انا والجروب اللي معي ايمان قاطع بانه الفنان هو واجهه ومدخل لقضايا مجتمعيه، لخدمه قضايا مجتمعيه. والشهره دي نحن بنؤمن بانها هي امانه ربنا سبحانه وتعالى وهبنا لها عشان نحمي بها اخرين. فلذلك قمنا يعني عبرنا عن ذاتنا بمشروع فني للمساهمه في تنميه وتطوير المجتمع عبر مؤسسه بتاعت ميديا فور ديفلوبمنت، اللي هي مؤسسه بتاعت تنميه عبر الوسائط. وفكره المؤسسه في انه نحن بنستخدم قدرتنا على تسليط الضوء وقدرتنا على الانتشار في انه نقوم نهتم ب يعني تسليط الضوء لقضايا محتاجه، سواء كانت لدعم معنوي او محتاجه لدعم مادي بايجاد تمويل بالنسبه لها. ونحن بنحييك وبنحيي عقد الجلاد والاستاذ محجوب شريف. وحتسمعنا شنو؟ انا يعني العمل القادم لاستاذي ومدرستي الاستاذ النور الجيلاني، والعمل ده والعمل اللي بعده بهديهم لروح الاخ محمود. مرت الايام حبيبي ولسه ظالمنا الزمن، وصلوا ما قادرين ما قايلين وحاتك بندفع الافراح تمن. مرت الأيام حبيبي لسه ظالمنا الزمن، وصلوا ما قايلين وحاتك بندفع الأفراح تمن. والتمن ماشي أصل لا ظل غمامة. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، تبكي عيني من حنينة تبكي فاقد الابتسامة. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، تشرق الدمع وتغادل يا مناها يا ملامة. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، برج طيفك مر عابر يقرا في الدمعات ملامة. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، ندم الحيرة وغايب نزري فد دمعة إلى ما إلى ما إلى ما إلى ما
بعدك للزمن منه اه 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 اه
مرحبا بكم من جديد مشاهدي الاعزاء. ونحن نتكلم عن هذه التجربة الجميلة والرائدة ومن مواهب الخير الفنان انه غنى جماعي وغنى فردي. وعشان ما نعرف هل ممكن اي فنان يغني جماعي ويغني فردي، معانا واحد من الصحفيين المعروفين اللي من خلال قلمه كتب الكثير والكثير عن مجموعة من الفنانين، وانا سعيد انه يكون معي الفنان الاستاذ محمد إبراهيم. أستاذ محمد إبراهيم، أنا سعيد أنك تكون معي ونحن نتكلم عن هذه التجربة والخير. انتقل من الغناء الجماعي للغناء الفردي، هل من السهل أن أي فنان يغني جماعي ويغني فردي؟ شكرا أخ معتصم. أنا أفتكر أنها هي في البداية خطوة جيدة من قناة الشروق أنها تحتضن التجربة بتاعت الخير أحمد آدم. أنا أفتكر أن الخير أحمد آدم هو اسم لموهبة عريضة جدا، عمل خطوة يمكن وصفها بالخطوة الجريئة بانتهاجه للغناء الفردي، لجهة انه غالبية النماذج الغنائية الفنية اللي انفصلت عن مجموعات الغنائية ما حققت النجاح المطلوب في التاريخ. انا بحيك كثير استاذ محمد ابراهيم، شكرا لك كثير. الفنان عمر احساس فنان محبوب لكل الجماهير، وسعيد انه يكون معنا، ويا ريت تكلمنا عن الفنان والعمل من خلال المجتمع، ان كان عمل طوعي الخير بيتميز بهذه الصفه، الاستاذ عمر احساس يتميز ايضا بهذه الصفه، ويا ريت يوريني دور الفنان في مجتمعه غير انه يغني. حقيقه يعني الخير رجل يعني 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 طموح ولا سقف لطموحه اصلا يعني، فانا يعني كل النجاحات اللي احرزها انا حاجه كنت متوقعها من كان خلال كلامه معي ونقاشه، والكان مليان حماس دائما يعني في انه حيعمل حاجه. وانا سبعد انه لغايه التجربه الواقفين على الليله دي بدايات سعيد اجدد جلاد، كانت بدايات الان هو لحاله برضو بدايه، ولانه شاب واعد حقيقه باشياء كثيره جدا جدا. انت قلت متصوف رغم انه عنده صلعه يعني قلت صوفي فحقيقة الخير يعني أيضا هو قريب يعني يعني الفن نشاط إنساني قبل ما يكون الحاجات التانية تجي، فالخير أيضا مستوعب هذا الدور وزول يعني حقيقة يعني متواصل يعني في الخير مع الناس. بحيي كل الحاضرين الموجودين داخل هذه الصالة والمشاهدين اللي بيشاهدونا من خلال الشاشة، وبتمنى أن نكون قضينا سهرة جميلة وممتعة مع هذه التجربة الجميلة والرائدة، واللي أنا حقيقة سعدت بها وأتمنى أنكم تكونوا سعدتوا بها. Thank you.
Salamu Somalia, Salamu Somalia, Salamu Ethiopia, Salamu Somalia, Salamu Ethiopia, Salamu Eritrea, Salamu Djibouti, Salamu Sudan, Salamu Egyptian, Salamu Egyptian, Salamu Somalia, Salamu Libya, Salamu Libya, Salamu Libya, Salamu Nigeria, Salamu Nigeria, Salamu Tunisia, Salamu Tunisia, Salamu Morocco, Salamu Morocco, Salamu Morocco. Thank you.
سلامو افريقيا سلامو افريقيا سلامو افريقيا سلامو افريقيا السودان 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 Sudan, 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 Sudan is the heart of Africa. Sudan, 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 Sudan is the heart of Africa. Sudan, 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 Sudan is the heart of Africa. Sudan, 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 Sudan is the heart of Africa. Sudan, 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 Sudan is the heart of Africa. Sudan, 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 Sudan is the heart of Africa.